صباح الخير يا الزينات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الاحوال ديالكم على ما يرام. المهم ها هو الصباح، صباح قضيت فيه شي شغيلات وبقى لي دابا غادي نهبط للصاله ونقاد الطبيله الاميره ونطلع ندير لها الحوايج اللي خصني نديرهم. المهم خصني نوجد لها كل شيء ونحضر لها فوق الطبله ونخليها منها صحاباتها، لان غيكون نهارهم طويل ودايره معاهم حتى غيبيتو عندها، لان هي داكشي اللي دايره ديالها خاص، داكشي البلان ديالها، الانفيتاسيون اللي كتبات ليهم، داكشي كتقسل في الضحك. مكتبش عليكم لا قريت علي لا قريت عليكم غتموتوا في الضحك. المهم ياه، وقبل ما نحيد عليا هادشي بغيت غير نقول لكم، عقلتوا فاش كنت قلت لكم انا راه كنشري الاكثريه مثلا نلبس البيجامات في الدار، هاد الحوايج هادو هما اللي تلبسهم الاكثريه ديال النعاس وداكشي، من ما تنبقاش كندور بهم هكذا في الدار. عزيز عليا انا دوك السيرفيتات ما كنشريش البيجامات بزاف، الا لا كانت هادوك البيجامات بحال سيت كامله وكنت تكون بحال شكل ديال جوزي كوتور ولا هذيك ديال فيكتوريا سيكريت، هذوك اللي كيكونوا ديال الفيلور وبحال المبرة هكذا كتكون الفوق والتحت ديالها، دوك ملي كيعجبوني دوك ستيلات. بقى كندور بهم حتى جا شي حد ولا ملي كنخرج للجريده، كنبقاش هكا غير كندور بيجامات شي ما تيعجبونيش ندور بهم في الدار. صافي شريت شي حاجه قلت لكم ملي كنصادف هكذا شي حاجات، شي هكا سيرفيت ولا شي حاجه هي اللي كنشريها وتلبسها في الدار تعجبني. دابا كنت في زارا البارح، دزت دغيا خطيفه لزارا، بانوا لي شي تيشيرتات حمقوني عجبوني وما تيخرجوا بهم على برا، مي انا شريتهم باش نلبسهم في الدار، وجاني نسمع عيد ميلاد ديال الاميره بقيت كنموت في الدار. واحد نقول لكم شنو فيه، هي ملي غتشوفوا غتبقاو كتموتوا في الدار. انا نوري لكم دابا، هو كاين في هادي هي، انا شريتهم غنحلها دابا ونوريها لكم. اول واحد خديت هاد التيشيرت هذا، ها هو ديال ديزني، وما كاملين ديال ديزني، من هذا بينوكيو، هذا ها زويونين البنات، هاد ستيل عريض بزاف تعجبني، قلت لبس كنلبسو زعما غنلبسهم في الدار، هادو ماشي ديال ما نخرج فيهم، نختار معاهم شي لاقين ولا شي حاجه، هما اللي كنبقى كندور بهم كنخرج بهم هنايا في الزنقه ولا في الجريده زعما ولا شي حاجه، المهم هما اللي كنبقى كنتمشى بهم هكذا في الدار. ها هو الستيل ديالو زويون، هذا بيناكو عريض، هذا القياس اللي خديته ال لارج، وهذا والثاني زوينه تفكرني في ايام، هذا شكوني ما تفرج في هذا الشيء، اليس في بلاد العجائب زويونه، هاي عجبتني حتى هي خديتها، كلهم تيشيرتات عراضين غزالين عجبوني، ها هي تاهي غنلبسها، ولكن ماشي هذه اللي فيها البينك، البينك هو اللي غنوري لكم دابا هاي وهذا باندا، بينك باندا فهد الوردي ها هو، هذا هو اللي جرني، انا شفتو مشيت ليه كنجري قلبته صافي، وانا نقول والله الا جاني مع عيد ميلاد ديال الامير بقيت كنقلب هذوك الشي لاخر اللي حاطينهم تما، صافي هذا هو اللي غنلبسو دابا، عرفتي التوب ديالهم زويون البنات، ما عرفتش انايا ما كاتبينش هنايا بالاورو باش نقدر نقول لكم، من 129 كرونة، يعني كرونة الدنماركية، سو نتوما يا حولوها للدرهم ولا العملة اللي بغيتو تحولوها وتشوفوهم باش تعرفوهم شحال. هذا هو اللي غادي نلبس دابايا ونشوفكم من بعد. هانا البنات لبستو، هانا نيت وريتكم الثمن ديالو، ها هو كيفاش غيجي، بغيت قبل ما نخرج بغيت نوريكم الشكل ديالو كيفاش، باش اللي بغى يمشي يشري منهم يشري. صافي ها هو شتي شحال عريض، والتويب ديالو رطيب وزوين وخفيف بزاف، ها بغيت نوري لكم. صافي كنلبس معاهم هاد اللي كاين هادو، راه قلت لكم كنلبسهم هادو بزاف، هاد ستيل طالع يعني ثلاث تحنيتي كيبقاو مشبرين لك هنايا، زعما ما كيهبطوش لك هنايا من تحت، هما باش تيعجبون، هما اللي ديما تنبقى كنقلب عليهم ملي كنبغي نشري شي لاكين، كنبقى نقلب على هادوك اللي كيكونوا طالعين شويه. صافي الزينات، شوفوا تلوين ديال هذا شحال زوين، اللوين ديالو غزال
زيول، واخا انا ما عادش مهم غير باش كندور مع البنات وداك الشيء. شوفوا انا بحال حيت هي قايله ليهم خصهم يجيبوا التلابسين، راه دايره ليهم، راه ما راه ماشي غير غادي غير هذا الشيء اللي دايره ليه هي بارتي كلها زعما في البينك وصافي، لا راه فارضه عليهم وشارطه عليهم يجيو لابسين بيجاما، هي دايره ليهم بيجاما بارتي ودايره ليهم خاص تكون في البينك في الوردي زعما، يلا سيرو جيو جيو، خطيره بزاف. يلاه الزينات ديالي غادي نخرج ونقضي داك الشغيل دغيا دغيا، ما كاش نبقى مجمع معاكم كي تابعاني مع شحال من حاجه. يلا خلي وحديتو مغزل، انا نشعل الكاميرا نقضي في الحوايج ونعاود لكم. يلا الزينات الزواق، حنا صوبنا هاد الطبيصلات هادو، قادينا هادو دابا وحطينا تعاوننا انا وامير على الطبيله ونفخات واحد البالونات هنايا هيا، ودارت ليها واحد الفاز هنا زوقات حتى هو غادي تحطو وسط الطبله، وصوبت ليها انايا الورد هنا درتو ليها في الكيسان ياك امور. صافي وها هو دابا يا غتحط ليهم هنايا، راه كتقاد كتحط في الطبيصلات هيا، درنا هنايا صوبنا الطبيله كامله. بابي كيدق في الباب، بابي بابي كدق، راه الجو عيان ماشي تلاه، بغيتي تدخل دخل يلا دخل ما نحبسوكش. صافي صوبنا هنا، كملتي اميره؟ يلا هاي صافي حطات هادشي كامل هنايا. او ماما وبارتين كلشي صوبنا زويون، هاي جابت هادشي زوقات فيديو نوريكم الديكور هكذا في الاخر، وحطينا هادشي كامل هنايا باش غادي نعمرو. حنا بدينا كنصاوبو هادشي باش كلشي يبان ليا باش ما ننسى حتى شي حاجه، وعاد داكشي اللي في الثلاجه. بابي با تفرقع البالونات، بابي اميره غادي خسر لك بنتي، بابي طلع فريد ديفا تنشط مع الأميرة، هو غيفرقو غيفرقو على هادشي يا أميرة، ويلي ما تخليهمش، عارفة ماما بابي وخلي ماما غيفرقعو من قبل ما يجيو صحاباتك، دبر راسك سوقك هذا. صافي الزينات هادشي اللي كان، انا غندير لكم دابا واحد الجوله باش غادي نطلع نكمل هادشي كامل. المهم راه هادشي راه عاود خرجت مشيت زدت ليها من هادو، نوريكم نيت المحل اللي مشيت ليه. هذا هو المحل اللي خديت منه داكشي ديال الديكوراسيون، وهذا سميتو بارتيلان. نعاود نهز من هادو اللي كتفهم عليهم، نعاود ناخد يلا سيرت نتلاقى. صافي قلت لكم وغادي نعمرو هادشي، هاهما شوفوا فين درت هادشي ديال الحلوى، هاهما قديت عليهم هنا. المهم ملي غنحط الطبيله غنوريها لكم كامله. اميره اميره حيدو، انا كملي ماما حطي هاد الورد فوق الطبله، وهذاك الباز اللي درتي فيه البالونات حطيه في الوسط. شوفي انت فين باغا ديريهم، مازال تنصاوبو تنكمل. بابي بابي واش تفرحان دوخني انا فراسك، راه انا دخت نزل. بابي طلع سير طلع، يلا 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 خلي اميره صافي غادي نطلع غادي نوريهم كيفاش درتي لها داك الشيء، وغادي نطلع دابا غادي نصاوب لك الماكله. يلا بغيت نوريهم الدريجات كيفاش صوبتيهم امير. ها راه اميره البارح في الليل معاش نعستي البارح معطله جاوبي اه تبقاي تقول لي غير اه ثلاثة ناري ناري بزاف سهرتي مع هادشي خليتها كتنفخ في البالون كتصاوب هادشي. يلا ها نتوما كيزوقات هاي الطبيله كامله كملات، وها الصالون ها مقادات الدريجات هي الفكره ديالها باش دارت هاد الدروج دارت هادشي كامل شتو عفيريته، دارت الدريجات كاملين ونفخات البالونات كاع كتحطهم غير في الارض،
وجابت هذه ديالها لانهم غادي يجلسوا اش درتي لهم غادي يشوفوا تشوفوا فيلم من بعد بالليل ياك في نتفليكس صافي. وحطات هذوك المخيدات تمايا دارتهم تما صافي يعني الصالون غادي يبقى ليهم كاملين ديالهم. يلا اميره طلعي تعاونيني الفوق يلا ولا تمشي تصوبي شعرك هو الاول. يلا سيري صوبي شعرك هو الاول عاد انا غادي نمشي نكمل هادشي ديال الماكل. صافي هنايا عرفتي شنو صوبت هنايا صوبت هنا شويه ديال القشطه هنايا غادي شريت هاد الحلوه هادي راه كبيره شريتها شريت جوج ونقول لكم شنو درت بهم وشديتهم باش ما نقولش لكم راه انا اللي صوبتهم ما كاينش الوقت البنات. شديتهم وطبعتهم بهذا المطبع هذا شفتوا درتهم هكا ودرتهم هكا صغرتهم درتهم هكا صغيرات باش غادي نحطهم هنايا غادي نحط بحال هكذا نحطها هنايا ولكن قبلها انا غندير ليها دابا القشطه غادي ندورها هكا عليها ونحاول ندير لها شويه ديال الزواق. المهم انا غنشوف شنو الحاجه اللي غادي تجي معها باش غادي تجيني هكا مزيان نسول الاميره اين وحده غادي تبغيها. صافي هذا هو العيد يعني نتوما ديروا اي حاجه المهم اختاروا اي حاجه الوقت ما كاينش ما جاتش الواحد ما كيعرفش يطيب ولا كيعرف يطيب ولكن الوقت ما كاينش الا دعت الضروره الواحد يشري من يزطط حاله ويدير شي حاجه هكذا مزيانه. هادشي اللي بغيت نقول لكم يعني الحياه جميله يا اخواننا الحياه جميله وبسيطه الحياه غوه بامي يلا يا تقولي لي يا ماما اين واحد بغيتي فهادو باش غادي نصاوب لك دابا الحياه جميله هادي وانت كتقولي لي يلا زين انا غادي نكمل لك هاي سيري كملي. يلا صوبت هنايا طيبت عاد طوينت دخلتو هكذا الفران هو اللي غادي نحطو هنايا درتو ليهم باختيار هادشي كله راه باختيار اموغه يعني اميره اللي كتختار شنو باغا دير وشنو الحوايج اللي ما باغاش دير. صافي غادي نحطهم كامله هنايا شوفوني دابا غير الديكور اللي غادي ندير ليهم بعد شويه. صافي درتو ها هو حطيته هنا وغادي ندير ليهم بحال غنصاوب ليهم هكذا الديكور بلاتي نقول لكم شنو غندير في الاخر. المهم هنايا صوبت هنا درت واحد شويه ديال باستا هي اللي اختارتها اميره تا هي صوبتها لها بكريم فريش شويه ديال البصله شويه ديال درت لها الصوص ديال المطيشه صوبتها لها. المهم درت لها فيها قالت لك بغاتها هكا يكون فيها الطعم زعما ما تكونش باسله درت لها الطعم هكذا زوين. هاي طيبتها لها وغادي ندير هكذا في الديكور البنات اش غادي نحط معاهم غير هما سته ياك غادي ندير هكذا هاد العيبات البنات غنحط سته من هادو سته غندير لهم بحال هكا غادي ننوع بحال هكذا نحطهم غير على هاد الشكل هكا بحال غندير بحال 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 الديكور هكذا. هنا مع الدجاج غندير لهم شويه ديال الدريسينغ نعمر هادو باش كل واحده تهز ديالتها تنقرب نحط وغادي نصوبهم غادي نعاود نقادهم. المهم غير باش نوريكم وصافي صافي. المهم على هذا الشكل غير باش ندير لهم هكذا المنظر وهادي غادي ندير لهم كاتشب صافي نعمرو بهذا الشكل صافي يهزو راسهم دابا كل واحد يهز وحده ديالو. غنعطيكم غير هكذا غير هكا ديكور ديكورات وصافي باش كيجيو هكذا في الطبله هكذا زويونين ومقادين صافي البنات على هذا الشكل هذا.
هنا البنات حيت غادي يباتوا عندها غنزيد لهم ندير لهم هكا لا ضر شي واحد هكا لا ضر لا ضرهم الجوع ولا شي حاجه يزيدوا يلقاو ما ياكلوا. غنصاوب لهم الخبز، خديت الخبز ديال التوست كنت وريته لكم في واحد الفيديو، ها هو حيدت ليه الجنيبات ديالو ومن بعد سرحتهم كاملين بالمدلك كلهم، ها هما هما هادو درتهم هنايا. وغادي ناخذ النقانق صافي، واي صوص كيما بغيتوه ولا اي دريسين تاخذوه هنايا وغادي نديروه هنايا، غادي نديروه هنا وما غنلصق حتى شي حاجه، لان هذا ملي تيكون شاد في الطرف الصوص كيكون في الطرف كيلصق، هذا الخبز كيلصق مع بعضياتو يعني كيتشبر ما كيعاودش يتحل لكم. صافي غادي نلوي بحال هكا ومن بعد غادي نقليهم في الزيت وشويه ديال، ماشي الزيت بزاف غير الزبده، وكندير فيها واحد شويه ديال الزيت باش كنحمر. هادشي اللي غندير ليه. وهل هاد دوك حيدناه، دابا حيدناه من الطريق وغادي نصاوبوا دابا الاطباق اللي قلت لكم. دابا غادي ناخذ هنايا ديب لهذا التشيبس، وانا بجوجهم قلتهم دابا بالدنماركيه، شيش ما قلت لا شيبس بالفرنسي ما قلت لا تشيبس بلونغلي لا والو، شي اللسان ديالي كيخرج دنماركي وغيطلعوا شي فاهمات، هذوك اللي ماشي من المتتبعين الاوفياء ديالي، اما المتتبعين ديالي راه عاجباهم وباغيني ومتبعيني وكيستافدوا بزاف د الحوايج، هما اللي ما دايرين كاع ابوني لا في القناه ديالك لا والو، هذوك يخمنوا عينو فيه. هذوك مساكن بحر كيتعلموا اللغات ومطفرين وما مطفرينها في حتى شي حاجه، يعني ما نافعينش قهرتهم وما دايرين بها حتى شي حاجه، يعني ما فايدينش بها راسهم، كاينين عندهم لغه ما فايدينش بها. الفائده اللي مساكن اللي كيحسوا بها هي انهم كيفحوا بها على الناس، كيبداو يصحوا اغلاط الناس ودايرين فيها راه واعرين. العوريه حبيبتي هي انك تكوني قاديه حاجه بهذيك الحاجه اللي كتعرفيها، انك تزيدي راسك وقهرتك القدام وتنفعي راسك، نافعه بها راسك. ما كرهتش البنات نبدا ننزل في ستوريات، ما كنساليش، ما غنتقاداش ما غنساليش. سالينا الزينات هذاك الديب البنات، تقدو تصوبوه لا بغيتو تصوبوه غير في الدار، كيتصوب بالثومه كيتصوب بهذا بالكريم فريش، بزاف ديال الحوايج قدو ديروا فيه اضافات اللي بغيتو، يعني كتنوعوا فيه وكتصاوبوه كيتكال كيجي بنين مع الشيبس البنات، كيجي رائع وكيجي لذيذ لذيذ بزاف. صافي يعني حاولت نصور لكم غير شي حاجه هكا ناخذ لكم لقطات، ان الوقت مضيق عندي كلشي في النهار وكلشي غندير درتو زعما في نفس النهار، يعني شويه كان صعيب. خديت هنايا كيكس طحنته هكا في الماكينه ودرتو في هذوك الكيكات الصغار. هنا خديت هنايا عندي الرمان وعندي هذا التوت، خديتو هذاك التوت البري خديتو مجمد هنايا، ما عرفتش يعني تقدو تحطوه لا بغيتو ما ديروا ليه حتى شي اضافه، تخليوه هكا الطروفه وديروهم تمايا فوق من كيكس. لا انايا فضلت نطحنهم هكا في الميكسور باش يجي هكا الشكل ديالهم زوين، ونخلي هكا غير شي حبيبات هكذايا من الفوق باش تعرف النوع ديال الفاكهه اللي نتيا دايراها واللي نتيا حاطاه. صافي هادشي غادي تشوفوني غادي نوزعهم كاملين، غنشوف الا قدني غير الرمان هو اللي غنديرو تمايا، ما قدنيش عاد غادي نزيد الاخر. صافي ها هو طحنتو وغادي نبدا كنعمر به كيجي الشكل ديالو زوين. سولت اميره واش غادي نضيف ليها لهذاك القشطه الطريه ولا هذه من الفوق حتى هي كتجي هكا زوينه، ونسمها لها بشويه ديال الفاني وهادشي، لا قالت لك خليه ليهم غير هكذاك بحال اللي ياكلوا الفروي هكا مع كيكس هكا يدوز ليهم هكذا يا زوين. صافي الا بغيتوا البنات تحيدوا منه شويه ديال هذيك الحموضه تقدوا تعسلوه ديروا فيه شويه ديال العسل وشويه ديال الماء وطحنوه به، ولا تقدو ولا السكر سكر كلاصي ولا السكر ساند عادي. صافي هما الشكيلات ديالهم، درتو تاني في هذاك الصحن اللي شتوني شريتهم ديال البلاستيك. وهنايا شنو صوبت البنات، ما لحقتش باش نوريكم الطريقه لان فايته اميره دايراها لكم في هذا الفيديو. الى عقلتو كانت صوبات لكم الروز باللوز، عقلتو ولا ما عقلتوش في واحد الفيديو راه غتشوفوا عندي. المهم اللي متبعيني عارفين طريقه وعارفين اميره كيفاش دارت ليه. هنا شويه ما تحقناش باش ما يكونش قاصح ويجمد لينا في الكيسان،
هنا درناه هنايا خفيف بزاف صافي، كتضيفوا عليه الفريز ولا هذاك اي حاجه ديال الفواكه، هذيك ما عرفتش كيقولوا لها العجينه ولا شناهي، المهم كطيب ولا ما عرفت شنو، ما عرفتش شنو السميه ديالها بالعربيه، المهم ما عليناش، راه نتوما ملي شفتوها غادي تعرفوها شناهي. صافي ضفتها هكذا من الفوق. البنات مزيان اللي ملي كنسولكم على شي حاجه كتكتبوها لي، الله يحفظكم وينجيكم ليا، لان الذاكره عندي ماشي تلهيها، والفرنسي هنايا ما كنستعملهاش، وما كاينش حتى شي اشكاليه للبنات اللي كيكتبوا ليا بالفرنسي، ما تهمكم حتى شي حاجه، بالعكس هذيك اللغه هي اللي متعودين زعما كتكلموا بها وتتهضروا بها كنفهمها، ماشي ما كنفهمهاش. انا الفرنسي ما خدمتهاش انا بزاف في الدار ماكيه، حتى كندير فيها الاغلاط البنات، داكشي علاش كنفضل ما كنهضرهاش. يعني نتوما غير كتبوا، كتهضروا بالفرنسي كتبوها البنات، ما كاين حتى شي مشكله. صافي الزينات، خديت هنا واحد العود باش ما يبقاش ليا هذاك الفريز هكاك محطوط هكاك المنظر ديالو خير، كديري به هكا كتزوقي به، كديري زعما باش يجي الديكور ديالو هكا حلو زوين. هنايا صافي، المهم قلت لكم الشكل البنات، هذه هي اللي فاش بقات الشكل ديال الحاجه كيفاش تحطوها وكيفاش تزوقها، هي اللي عليها هي اللي كتضرب في العين، وهي اللي كتجي في الطبله زوينه وكتجي حلوه، ماشي غير نحطوا داكشي عشوائي وداكشي ما مبقاتش. اكثر هي الدراري في عيد الميلاد كيحماقوا على داكشي، انا دابا شحال من حاجه باغا نشريها لا نديرها، لا ما غتبغيهاش اميره، يعني انا كنمشي بالحوايج اللي تيبغيوها، ماشيش باش كانوا صغار. حلوه لاكريم وهادير ما كانتش كاع كنطلبها، كنت كنرسم ليهم فيها الطوموبيلات، كنرسم الاميره كنت رسمت لها واحد العام بريدز، كانت كتحمق على دوك المونيكات ديال بريدز. سفيان كيتسطع على هذا الطوموبيلات الرالي وداكشي، كنت كنرسم ليه بزاف ديال الطوموبيلات حتى هو في الحلوه، كنت كنضيع الوقت وكنديرها كبيره، كندير ليهم الحلاوي الكبار. دابا لا، الوقت البنات كبروا، كل واحد شنو كيبغي. هنايا اش كنقول لكم، يونس مع اميره مسكينه ما لحقاتش حتى هي مع المدرسه وداكشي، ما لحقاتش بالصوبات الحلوه، قلت لها ماشي مشكله، جاب ليها يونس شرى ليها حلوه وجابها ليها، جابها ليه جابها ليها معاه. صافي ها هي الحلوه البنات اللي قلت لكم، الابتكارات وغير الافكار هكذا، ها هي البنات صوبتها وحطيتها تما، جات هنا العصائر والمشروبات كامله، لان في الحفلات وفي عيد الميلادات بارتيات اي حاجه تذكروا العصائر وتذكروا المشروبات، ما تنساوهمش وما تحطوش غير على حاجه واحده، وما غنساش الماء حتى هو، بزاف الحوايج درتهم هنايا ما نسيتهمش. صوبت هنايا سلوش ايس اللي قلت لكم غنديروا عليه، ومازال غادي نجبد من الكونجيلاتور، غادي نجبد هذا الكلاصون، ومازال غنجبد الثلج، وغادي نحاول نطحنه في الماكينه وغنزيدوا ليهم تمايا، لان باش كيجي واعر وكتجي حتى البنه ديالو داكشي واعره. المونادا كيبغيوها، لان المونادا واخا كتمنع على الدراري حتى تعجبهم في عيد ما كاين باس، بحال الحلوه وداكشي الحلويات وداكشي تبقاو ديروهم ليهم مره في الاسبوع ولا مره ملي كيكونوا صغار هكا، معروف داكشي ديال السكريات، من هكا في اعياد الميلاد ما نحرموش ولادنا من الحوايج اللي كتبقى مركزه ليهم في الدماغ ديالهم، يعني بحال هاد النهار ما غتنساهش اميره، غتبقى عاقله عليه، شي حوايج نخليوهم ذكرى لوليداتنا، كيما حنايا شنو كنتفكروا مع والدينا، وشكون كنتفكروا مع خوتنا، وكنتفكروا بزاف د الحوايج. ملي كتسمعي بعيد ميلاد كترجعك السين تا هكذا اللور، كتفكري حياتك، تفكري راسك فاش كنتي صغيره، شنو الحوايج اللي كانوا كيجيوك، شنو الحوايج اللي خديتيهم، يعني داكشي راه كيهم. فكروا ديما ديروا في بالكم واحد الحاجه، ان الدراري راهم دراري، راه ما نبقاوش نقولوا لهم شي حاجه، نفكروا بعقولنا حنا، العقل كبير ديال واحد كبير وناضج، ونعطيوه للدري صغير، نفرضوه على واحد الدري صغير، لا ما يمكنش، خاصنا نتعاملوا معاهم على انهم اطفال دراري وكيبقاو دراري صغار، يعني نديروا لهم الحاجه اللي تيبغيوها. علاش البنات كنقول بعض المرات علاش كتشوفوني في الماكلات ديالي وداكشي، الاكثريه كناكل في الكوزينه على هذوك الدروج البنات كيساليو معايا،
طالعه نازله نازله طالعه طالعه، انا اللي كنحصل. صافي وجدت كلشي هنا، بطنا في البلاطوات كلشي حطيناه تمايا، ها ودرت لهم تلمة تمايا. هادوك المكعبات هادوك ديال هما مصاوبينهم من واحد يمكن من سيليكون ديال سميتو ديال التلج زعما، مكعبات كتحطيهم في الفريغو كتزوقي بهم. تما خديتهم في البينك، ها هو سلوش ايس، مازال راه اميره غتجيب من الفريغو حيت مازال حطيتهم لهم في الكونجيلاتور، مازال كيبردوا تاني باش يبقاو متلجين هكاك وجامدين. راه ها كنعطيها حتى هي وكتحط غير كتنزل وكتحط وكتطلع هكا عالين على بابي وديفا كيديروا ليا في الصالون. خصني حتى هما دايرين بحال هذوك الدراري الصغار اللي ما كيحشموش كيشربوا من السيروات. خصني نشربهم شي حاجه، ما يشربوا والو هذوك. صافي غتجي هنا يا اميره، غادي نخلي لها دابا اللمسات ديالها، نحسسها انها هي طرف من هذا الشيء اللي كدير، وما غاديش نزوق لها حيت مازال باغا تمشي تطلع تقاد حالتها شويه. وهذه صافي قلت لها ماما اجي انا غنعاونك، وانت يا حطي في نفس الوقت نعلمها كيفاش ترتب وتصوب، وفي نفس الوقت كنحسسها ان ديك الحاجه ديالتها هي اللي كديرها. غير ماشي كنبغيش نفرض قد ما نبدا نقول لها كون حطيتي هذه في هذه الجهه تجي احسن، كون درتي هذه في هذه، وفي نفس الوقت نخليها على خاطرها. واخا هي كتصمم دير شي حوايج لراسها، منها كندخلهم لها هكا بالسياسه وصافي، ما كنبدا نعطيها بحال جوج الحوايج، هذه هنا ولا هذه هنا، باش هما في جوج مزوينين. المهم غير كنقولهم لها هكاك باش نحسسها انها هي اللي اختارت، هي اللي دارت الاختيار ديال. المهم ها هي قادينا الطبله وحطات كلشي فيها وزوقاتها، وهي الحاجه اللي بغات تحطها قالت لك الماكله، لانهم غايجيو فوقت ديال بحال العشاء، الماكله هي اللي غيبداو بها باش يبقاو ينشطوا مع هذاك الشيء الاخر يبقى محطوط لهم فوق الطبله وهما اللي غادي ياكلوا. غندوركم هكا دوره دابا على الطبيله كامله باش تشوفوا الديكور كيفاش نزلناه وكيفاش درنا ليه، يعني كل حاجه فين حطيناها. وشوفوا البنات هذاك الشيء كله، حتى دوك فاش حطيت الماكله كلهم مختاريتهم ترونسبارون، كلشي كاع داك الشيء شفاف كيجي زوين في الديك، خصوصا الا كنتي لا كتكوني دايره الالوان. اختاروا الاطباق وداك الشيء يكونوا شفافين، ملي كيكونوا شفافين كيبينوا ديك الحاجه اللي دايراها وما كيبانش قوه الالوان والتخربيق فوق الطبله. هادشي اللي بغيت ندير لكم، وديما ملي كنقول شي حاجه راه تنقولها للناس اللي كيبغيو يتعلموا، داخلين باش يستافدوا وداخلين باش يشوفوا شي حاجه جديده. ما انا عارفه كاينين الناس كتار مني كيديروا هادشي كتار مني وكيديروا حسن مني، هي كل واحد وكيفاش داير. البنات ديما مني كنكون خاطب تذكروا وتفكروا انني راه خطاب للناس معينه، يعني راه ماشي لكل شيء، ماشي غنبقى نقول غير واحد الناس معينين. وهذه راه معروف اللي غيحس بالكلام الموجه ليه راه هو اللي غيحس به، ما تبقاوش تركزوا على شي حاجه ماشي هي المقصوده، حيت ما تنبقى نقولها دائما. انا براسي وما كان معمرني ما كناخذ الحاجه شخصيه، ملي كيكون شي واحد كيهضر على شي حاجه كناخذها ليا انا وكنتقلق منها، لا راه كيهضر بجيب كب بالعموم، زعما كيهضر للناس كاملين، زعما كيهضر للناس وما كيقصدش زعما واحد الفئه. هادشي اللي بغينا نقول. يلا كنتمنى وصلت لكم الميساج، واخا كيبان ليا ما قلت والو. صافي الزينات بغيت نوريكم الاخر ديال الديكور ديال الطبيله كامل كيفاش جا، وصافي هذا هو اللي حاولت. ما كنتش غنصور البنات، نقول لكم الحقيقه ما كنتش غنصور هادشي، من شفتكم كتبتوا بزاف ديال التعاليق بغيتو تشوفوا الطبله كيفاش غتجي ودرتها لكم البنات. مع قلت لكم هنايا غادي يباتوا عندها كل وحده، جابت الساك ديالو عاد السكان محطوطين في الصالون. غنحاول نحيد هذاك الكرسي والزربيه والطبله الاميره باش غنفرش ليهم تمايا، نحط لكم نحط لهم تما ماطلات تمايا. البنات راهم بدات كطيح شويه، بدا كيظلم الحال، وراه ما خرجوا كاملين الجريده وراه ما ناشطين. انا مخلياها اميره ما كان
داكشي علاش تيبغيو يجيبوا صحابهم ولا صحاباتهم زعما لا سفيان ولا اميره للدار، وداكشي حيت ما كنبقاش لاصقه فيهم وحاضيه ودايره وهادي، كنخليهم على خاطرهم باش يكونوا حرين في الهضره وفي الكلام وناشطين وهذا، وما حاسين بشي واحد مراقبهم. يعني هادشي اللي كندير انا. فين هي؟ فين هي؟ فين هي؟ اجي 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 زيد مالكي محيح؟ اجي 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 فين هربانة؟ زيدي الجعواقة سكتي. اجي اجي نوريهم، اجي اجي نوريهم الصالة كي صبحات. اجي هنوريهم. وتي سكتي. علقت لهم هنايا بلاستيكه وقلت لهم ها نتوما جمعوا الروينه ديالكم قبل ما تطلعوا تنعسوا مني سالي، وحيت بقاو سهرانين مع شي فيلم عاد غيطلعوا ينعسوا. وجدت لهم غير البلايص ديالهم وجابوا الغطاوات ديالهم ومخدرهم وداكشي صافي، وجمعوا داك الروينه ها هي فطروا الصباح مع بعضياتهم ومشاو. واميره رجعت رجعت نعس، قالت لك ما نعس بقاو سهرانين وفاقوا في الصباح باش فاقت مع صحاباتها. صافي الزينات هاتي هي، هذا هو صباحنا، وكنقول لكم تبقاو على خير ونشوفكم تاني من جديد ونقول لكم بالسلامه.